احنا باسم اهالي نينوى نقلنا شكرنا وامتناننا لفرنسا لدعمها في مجال العسكري ضد داعش وكذلك في المجال الانساني ودعمها للعراق بشكل عام وللموصل بشكل خاص. وطبعا لعلم اهالي نينوى لدى فرنسا الان مشاريع خدميه في سهل نينوى وكذلك في الموصل من خلال دعم جامعه الموصل وجامعه نينوى. وطبعا نحن طلبنا من سعاده السفير امكانيه فتح قنصليه لدوله فرنسا جمهوريه فرنسا لاحقا في الموصل، وهو وعدنا بدراسه الطلب ان شاء الله. نحن مجرد يعني زياره سعاده السفير هي رساله مهمه وايجابيه جدا، ونحن شرحنا لسعاده السفير الوضع الانساني والوضع الامني والوضع الخدمي والوضع الاداري في المدينه وفي المحافظه بشكل عام. وطبعا نقلنا له شكر اهالي نينوى على دعمهم المستمر، وطلبنا طبعا استمرار هذا الدعم.